ده ما بس بقى انت علقت ولا هي وليا انت؟ بس انت. لا مش بس انا، بعدين انا كلم دكتور منعم. الله ايه مبسوط شويه، هو ممنوع المغنى ولا ايه؟ هنا دكاتره مش حلميه بلد. لا هنا مش دكاتره، هنا دكتور واحد بس بتاعنا وبتاعي انا كمان. بتاعك انت مش دكتور، ده جراح بس. خواجه جوزها بيشتغل في سنان بقاله 30 سنه واحنا بقالنا سنه. انما كيدانكم ايه؟ ده كيدانكم يعني هنقطع عيشكم ان شاء الله. عيش بلدي مش لحبي. هنقطع لكم الافرنج. ده غلباوي كتير. ايه خفتوا؟ بونجور ماموزيل. اه بونجور دكتور. ايه في ايه؟ حمودة ده بيعمل معايا شمت كتير. معلش حقك عليا، انا عارف انه ولد شقي قوي. اه انت شنتي قوي يا دكتور. ميرسي. انت تصدقي باللي خلقك ثاني مره لو خدتيني طبطب على خدك لاكون اسمى رقبتك. وانت مالي انت؟ ملة مال من ملاميلك، انت اللي بتشتغل عنده ولا انا؟ لا مو انا، انت. خلاص لما احب اطبطب على خد عنده خد اطبطب عليه. وانا مالي انا؟ ايه ماريا؟ بهية بتقولي طب 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 طب. ايه دي طب 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 بهية؟ يعني استوى طبطب يا خواجه. اوه اتفضل يا خواجه. بونجور دكتور. بونجور، ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. استريحت اليومين اللي فاتوا؟ الحمد لله يا دكتور. كويس قوي قوي. جرى ايه؟ مفيش. هات الحقنه اللي هناك. هو حاضر. ايه دي؟ اوعى تقرب ليلي لحسن دي بتاعت العوايد يودوك في داهية. اوه يا ابويا من هنا وطلع السر الاله من هنا. غريبة. مش غريبة ولا حاجة، ده الموت سهل قوي يا ست هاني. انما ده كان فحير لدرسي وكان هيحشيه، هعمل ايه دلوقتي؟ ولا تعملي حاجة، اتفضلي ايه الدكاترة زمايل، اتفضلي 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 يا ست هاني. كلنا لا. كام؟ جنيه. بس ما تعملش بنفسك كده. ما اعملش ازاي يا ست هاني؟ احنا كنا زملاء. زبون جديد يا دكتور. ثانية واحدة. هيغيب الدكتور؟ ست قال السلامة يا ست هاني. خلاص. ميرسي يا دكتور. مع السلامة. أوروار. أوروار مع السلامة. خلاص يا دكتور مفيش حد. ايه دي؟ صورتي. كويس؟ شكرا. افندي مدكتور. ايه؟ في حد يا حمودة؟ طبعا في حد. اتفضل يا ست هاني. اتفضل.
بونجور دكتور. بونجور، اهلا وسهلا. تفضلي يا مدام. مادموازيل من فضلك. اوه باردون، تفضلي يا مادموازيل. بهية اديني ازازة دواء من المعمل. انه دواء؟ اي دواء. حاضر. اهي اديها اوام بسرعة كده. ايوه. طب مش كنت تدور عليها شوية؟ ها؟ غريبة، يظهر ان حضرتك رحت الدكتور قبل كده يا مموزيل. ايوه، وفحر لي درس، بس للأسف ما قدرش يحشيه. ما قدرش يحشيه ازاي؟ مات. مات؟ ايوه مات. انا ما سمعتش ابدا ان ليا زميل مات. غريب، ده جارك كوستا. كوستا مات؟ انا برضو استغربت، بس التمرجي بتاعك قال لي ان الموت سهل قوي. مدهش. مات ازاي الراجل ده؟ معرفش الله يا دكتور، اصل انا ما اتدخلش في المسائل العائليه دي. الله. بونجور دكتور منعم. بونجور. سيبه سيبه احسن، دي بتاع عوايد. عوايد مين؟ معلش اندفعت اندفعت. اتفضل دكتور، عاوز حاجه؟ لا معلش، بس كنت عايز اخد معاك فنجان شاي. اتفضل. اما اخلص العياده واجي لك. طيب. مين اللي عمل كده؟ معرفش الله يا دكتور، سرين ده راجل مفتري، تلاقيه هو اللي عاملها. أنا آسف جدا يا ماما زين. ما ماتش أبدا. ما ماتش؟ آه ما ماتش، يظهر إن واحد صاحبه عامل فيه مقلب. مدهش. اتفضلي يا مدمزيل الحلو قبل ما ينزل أحسن، ده تملي بينزل بدري. بس أنا ارتحت هنا قوي. آسف جدا يا ماما زين، كان كل ودي إن أحشيلك درسك أنا بنفسي. طب ماتش يلا، ما إحنا فيها. ما أقدرش. كوستا راجل صديقي وزميلي وقدير جدا. ميرسي يا دكتور. منعم. اسم حلو قوي. يا دكتور، في بره زبون بيخر دم. أورفار دكتور منعم. أورفار مموزيل ميسة. ميسة. الزبون اللي جوه بقه اتهرم المضمضة يا دكتور. ثانية واحدة. تحب أغطيه لك لبكرة؟ الله. ايه زبونه وهفيناها من كوستا؟ ده انا اللي اتهفيت في قلبي. سلامة قلبك يا بهية، ما تتعبيش نفسك يا اختي، ده دكتور وانت سيستر. بس 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 يا حبيبي. الله، هتعملي ايه يا بهية في المقدر والمكتوب؟ اه يا حمودة، من المقدر والمكتوب. افندم. في حد تاني؟ لا كفايه كده. الله. سعيد يا كوستا. اخلين دكتور. سعيد يا مريم. جاهز يا خوالي. ها ازاي الحال؟ والله يا دكتور من ساعه ما جيتوا يافطه الاوائل هنا مفيش شغل ابدا. معلش ربنا كبير. ازاي؟ ميرسي قوي يا مريم. كاليميرا ماريا. كاليميرا انجليكي. كاليميرا كوستا. اوه كاليميرا مين؟ استاذن انا بقى يا دكتور. لا معلش، دي ماما بتاع انا. اشرب يا دكتور. ميرسي، عياده حلوه وام الرضا احلى وزباين حلوين. دول؟ لا اعوذ بالله، انا قصدي على اللي اتحشم وخرجهم. اوه حلوين قوي. اه ميسه.
ايوه تعرفها؟ اعرفها قوي، دي من فاميليا كبيره جدا. ايوه فاميليا كبيره قوي قوي. ابوها بيشتغل ايه؟ مدير مصلحه كبيره قوي في الحكومه، انت تعرفه؟ اعرفه. دول حتى ساكنين في الجزيره. ايوه ايوه، انا ياما قعدت معاهم وكنت بكلمهم في التليفون، حتى نمرتهم 16045. ايوه 16045. ميرسي قوي قوي قوي. الشاي اشربيه انت بقى معلش. طاهر بيه، انت يا بني ادم انزلك التليفون يا اطرش. سامع ولا مش سامع؟ سامع. عاوز انا اعمل ايه؟ هو متردش ليه؟ وارد ليه؟ طبعا ترد ليه، كفاية قعدتك في وشنا زي العمل الرضي. البركة طارق، اتفضل يشوفي، اهم نصر صورتي في الجرائد السيارة. يا مستي نشروها. لجنة التطهير تطيح بعنصر الفساد. طاهر بالعافية مدير عام مصلحة الاستعصار والتعسير. تبقى مصيبة لو حد شاف الجريدة السيارة دي. انت خايفة لحد يشوفها ومش خايفة من اللي هيحصل لي؟ اصلك مفتري. انا امال بركة في صرفك انت وبنتك، هجيب لكم منين يا المز هانم؟ البركة في ترابيزة القمار اللي ما كنتش تقوم منها لوش الصبح. ها وش الصبح؟ البركة في سفرك كل صيف على مونت كاتريني وترجع محملة يا ست هانم. البركة في الرشاوى اللي كنت عملت تلم فيها يمين وشمال. فاكر لما كنت تقولي مفيش قوة على الأرض تقدر تشيلك من المصلحة؟ وانت فاكرة أما كنت تقولي لي اغرب زي ما غيرك بيغرب؟ هديك اتغرفت يا حلو. تليفون يا ست هانم. إياك تكون النيابة عشان نخلص منك بالمرة. جامعا إن شاء الله. أرو مين يا فندم؟ أنا الدكتور منعم. هي المموزيل ميسة موجودة؟ مين؟ اهلا وسهلا ست هانم. ايوه بس اصلها نسيت عندي علبه كبيره في العياده. استنى ثانيه واحده، انا سامع صوت عربيتها. مرحب بطاهر بالعفيف. كي يا كابلا فرملا لي adesso voglio i miei soldi mia moneta ma avete rovinato questi checkri che potevate cambiare checkri cosa sono questi checkri vostri mami ma che mamma e papà là sopra ايه دول يا ميس مالهم ولا عربيتك يا حبيبتي؟ يا مامي عايزين ياخدوها مني بالقوة. ما كاوة يا ابويا يا سولدي يا مونيتا. ياخدوها بالقوة؟ طاهر طاهر بيه يا عفيف ما بتردش؟ العربية بتاعت ميسة هياخدوها. ياخدوها ما ياخدوهاش ليه؟ مش بتاعتهم؟ بتاعتهم؟ اه طبعا، حاجة ما اندفعش تمنها، يسيبوها لنا ليه؟ انت مش قلت لي ان جات لك هدية من شركة اس او اس؟ انا خدتها منهم على اعتبار انها هدية، لكن لجنة التطهير اعتبرتها رشوة. ايه يخيبك مدير عام حرف الف؟ البركة فيك يا هانم يلي تخيب الحروف الابجدية كلها. وفاكر لما كنت تقول لي الدنيا في ايدي والكل عبيدي؟ وفاكر لما كنت تقولي لي ارفي ده خصوصه وعين خفيفي وهات الجنسية للخواجة جلوكوز؟ وفاكر لما كنت تقول لي بس يدفعوا كم قبلة؟ وفاكر لما كنت تقولي لي هاف اند هاف؟ اتفضل يا استاذ عطيل. الاستاذ عطيل سامع سامع. الو الو تحب اما اضمنهولك؟ ايوه. الو الو خدوا عربيتي يا مامي وادوني الورقه دي بدالها يا بابي. كويسه اديها لماما تركبها. ركبك عفريت
معلش يا حبيبتي، بكره سعيد خطيبك يجيب لك احسن منها. هو غني يا مامي؟ غني؟ ده انت ربنا بيحبك يا ميس، ده عنده عمارتين كل عماره تنتح سحابه. يعني ما زعلش على اللي حصل لبابي؟ ابدا يا حبيبتي، ولا يكون عندك فكر، راح بابي جا عريس. بس على الله ما يكونش اطلع على جرايد النهارده وشاف الكلوز اب بتاع ابوكي. اتمضمض كمان يا سيدي. ما في مضمضه، شو لحكايك؟ الراحه بكرتك خلي. اتمضمض كمان يا عطيل. دكتور. ايه؟ تحب حمولك؟ لا 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 بي. بس بس بس. امسك السماعه انت لغايه ما يردوا. ازاي الحال دلوقتي يا عطيل؟ منيح كتير، لكن لحن تم اتهرم من المخمضه خيال. ايه ده؟ الو؟ الو؟ محدش بيرد يا بابي. بابي! الو؟ الو؟ لسه محدش رد يا بهية؟ لسه، اديني واقفة اهو. اتمضمض يا عطيل. الله، انت قفلت السكة؟ ابدا. ما هي بتور اهي. تور؟ الو؟ لا يا استهانم، مش موجود، خرج، مش هيرجع ابدا. مين؟ راجل. راجل تقولي له يا ست هانم؟ اتمخمض؟ لا حالا يا عطيله وخلاص. ميرسي دكتور. العافيه يا استاذ عطيل. لا 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 لا. الو، من فضلك مدموزيل ميسه موجوده؟ مدموزيل ايه؟ ميسه عندنا هنا؟ طب خليك معايا، لو اني عسكري دفتر الحجز. لحظه واحده بقى شوف، اصل دول تملي بيغيروا اساميهم لما بيجونا. ها؟ طويله وبحزام عريض. ايوه، دي ضبطها بوليس الاداب، بتتسكع في الجزيره. تسكع مين ونشالت مين؟ مادموزيل ميسه كانت عندي دلوقتي حالا. مين حضرتك؟ ها؟ بوليس؟ آسف جدا، طبعا غلط، أعوذ بالله، واحد ما عادش يقدر يستعمل التليفونات دي أبدا. الحقيقة أبدا. اتفضل يا استهاني. بونجور دكتور. بونجور، أهلا وسهلا. غريبة. هي اللي غريبة دي؟ لا غريبة ولا حاجة أبدا، اتفضل. بحسن. اتمضمض شوية يا ست هانم. الو، ايوه امان. مدمازيل، عنوانك 550 شارع سليمان باشا، الدكتور منعم. اكتب يا سليم. يا رازق. حاضر يا فندم. انت عاوزين تطلعوها امتى؟ انا عارف. ها؟ انتوا المدافن بتاعتكم فين؟ باب الوزير؟ ها؟ الله، هي ديانتها ايه؟ ايه؟ علبه؟ الله، انتوا عاوزين تشحنوها ولا تدفنوها هنا؟ ايه؟ انت هتحقق معايا يا جدع انت؟ دي الاعمار بيد الله. قشطه بسليم. انت مين انت؟ ايه؟ اعوذ بالله، فال الله ولا فالك يا شيخ. ايه؟ انا؟ الله يسامحك يا قليل الذوق. اعوذ بالله، الواحد عنده يشيله احسن، بلاش قرف. جرايه يا دكتور، تشيله ايه وقرف ايه؟ ده انا اسناني زي الحديد. لا يا ست، مش قصدي. عندك؟
اهلا اهلا وسهلا يا ستي، بقالي ساعتين عمال اطلبك والنمره بتطلع لي غلط. طلع لي مين؟ طلع لي مره صالون الحب الصافي، والمره الثانيه رستوران الاحبه. الله حغشك. العلبه موجوده عندي في الحفظ والصون، تحب ابعتها لك ولا نتقابل واديها لك؟ دكتور مضمضه مضمضه، انا تحت امرك، اللي تشوفيه هعمله. كده اذا تجيبها لي وتيجي، اصل الليله عندي حفله تنكريه صغيره، ان ما كانش في تعب عليك انا هتنكر بالفستان اللي في العلبه اللي عندك. لا ما اقولكش لغايه ما تشوف علي. اهلا وسهلا، عشان اعرفك بالمره ببابي ومامي. اساليه الاول احسن يكون قرا جرايد النهارده. هي مامي. يا سلام، تاكدي ان دي هتكون اسعد حفله حضرتها في حياتي. دكتور خلاص اتمضمضت؟ اظن كده. لا 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 لا. الساعه 10 بالدقيقه ان شاء الله هكون عندكم. ميرسي قوي. شارع النرجس 600. ارفار مامازيل ميسة. صحتك عال قوي. البركه في ايدك يا دكتور. لا لا لا، حاجه حلوه قوي قوي. اتمضمضي يا ستي. يا اختي كفايه بقى. معلش، المقدر والمكتوب. الو، انا الدكتور منعم، وحياتك انا عاوز بوكيه ورد كبير قوي. ايوه، لواحده عزيزه عندي، شارع النرجس 600. متشكر خالص. صحتك عال قوي. اهلا وسهلا. انا مش ممكن اقعد. الله ليه؟ انا ما اقدرش ابدا اقعد وكل ده يحصل قدامي. ايه هو اللي يحصل قدامك ووراك؟ دي زمان يا اخي بقى هتحرف من مضمضه. الله ليه بتيجي بس يا بهيه؟ هو انا مش ست وليا قلب واحساس وعواطف واخلاص ووجدان وشعور ولا ايه؟ ليكي طبعا، بس حصل ايه؟ عزمته الليله الصيعه دي وهيبعت لها ورد. الله، طب وماله؟ يمكن هيخطبها. يخطبها يا داوودي. بس ايه في ايه في ايه؟ ولا حاجه، قلبها بينقع عليها شويه يا دكتور. اديها اخر نصين كرومين. سلامتك يا بهيه. ان شاء الله تسلم يا حبيب قلبي. اوفر اوفر. حمود يا حمود حمود. بتقول انها هتموت يا دكتور؟ هتموت؟ لا بعد الشر، انا ليا بركه اللي هي. اوفر. سامعه؟ الراجل ما عندوش اي فكره عن لوعتك وشقاك. ما اللي بس عنده فكره عن المنيله اللي جات لنا دي. اصلها بحزام عريض يا هبله. البسه يا سيدي حزام عريض. ما ينفعش، ولا كل من ركب الحصان خيال، ولا كل من لبس الحزام حزام. مالك بهية؟ مري حموت يا مري. ليه سلامتك؟ طردك؟ يا ريت. حمود رقع عليك صداعك؟ انت شمتانة فيا طبعا. ادي دي شمتانة؟ يعني فرحانة عشان انا زعلانة؟ لا ابدا وربنا يا بهية. لا ليه، في ايه؟ بحب يا مري. اوه باسيانس بهية باسيانس. ادي دي باسيانس مريا، يعني اصبري. استني بختك يا حبيبي. مش قادره استنى ابدا. الوداع. انا نازله اشتري سم هاري من العجمه. خلينا نقعد تاني. سم هاري؟ ايوه. انت مجنونه يا بهيه. بالعكس، انا لو كنت مجنونه ما كنتش انتحر. وليه بتطلب من دكتور منعم سم هاري ده؟ ما يرضعش وقافل عليه، ضروري انزل. شوفي يا بهيه، انت زي اختي وضروري اخدمك. تعالي اجيب لك شويه من عندي وكده توفري فلوسك. يصح برضه، كتر الف خيرك يا مريا. اهو. يا شباب يعني. بس يا حبيبتي كلنا لها. خدي حطي فيها شوية مية. حاضر. انت بتعملي ايه؟ بعمل ايه؟ بغسلها الاول. يا ندامة، انت عايزاني اشرب فيها وهي وسخة كمان. معاكي حق. طب اغسليها يا حبيبتي على مهلي. يا مرحومة. خلاص اهي، ادعوا لي اختي توسي شوية. طلع قوي، وانا ليا بركة لانتي. طب ما عندكيش بقى ليمون احسن نفسي تلعب؟ عندي يا روحي. بسم الله الشافي. لا يا بهية مش هنا، في عيادتكم احسن. احسن برضه. حمودة. ايه؟ انا خلاص. خلاص ايه ده؟ درنيخ. درنيخ؟ اوعى عيدك من الدهلك. مرايا كتر خيرها. كتر خيرها، يخرب بيتك. انت عاوزة تكوشي على العيادتين؟ لا يا حمودة. ضروري نساعدها، وبدل ما تموت بره تموت جوه.
قمرية طول عمرك قلبك عليها. خدي يا اختي اشربي، خدي خدي، انت من السابقون. بسم الله الجافي يا ستك. ايه يا ستك ايه؟ الو، محل زهور الربيع. اسمعي مدمازيل، هنا عيادة الدكتور منن. عارفة الورد اللي طلب الدكتور هيكون ازاي؟ لا لا يا شيخة، عايزين ورد كحل غامق وحطوا عليه شريطة سود واكتبوا عليه بمية الدهب من الدكتور منن الى الحبيبة ميت. ايوه، الله يبقى لنا حياة سعيدة. يلا بهي يا اختي بقى، شدي حيل. فين النمونة؟ اهي النمونة اهي. بسم الله الجامي. يا ندامة، أسيبها تتحنى في الفستان ده؟ بعد روحي ما طلعت شامل. خلصينا بقى يا حبيبتي، ورانا اتنين عيادة. حاضر، بدلة رأس اللي هيرقصوا عليكي من بدري. خد يا ماريا ده هدية مني عشانك، رحمة ونور على روحك. ادي دي رحمة ونور يعني زكا. ادي دي زكا يعني كلنا لها. ادي دي لها يعني تاخديها وترقصي لها. اهو ده اللي نقلها وتلاقله، ان شاء الله يدوبها في عرق العاصي يا رب. اخش اقيسها يا بهيه عشان كلنا لها. خش يا روحي احل من عينها. اجي البسها لك يا ماريا؟ لا خليك مستريح. هات يا حمود. بس بق بق. Very sorry. جلوكوز. رص يا حسن. يا مصيبتي يا ماما. يخيبك يا جلوكوز، انا لسه جايبه لك الجنسيه من كام يوم. ان شاء الله ما جه. بنعس دي يا ماما. بنعس قوي. في صوت عربيه يا مدام. قالي؟ ما قالش. ان شاء الله ما جم. دول ناس غجر يا ماما. على راي المثل ساعه ما العجل يقع تكتر السكاكين. ايه بتهبب ايه؟ برص. مساء الخير يا جماعه. سعيد يا حبيبي. جوز بنتي مايسترو عليه. لا بس يا جدعان كمان شوية. على رأي المثل الليل طويل. ازيك يا سعيد؟ الله يسلمك. بونسوار يا سعادة البيت. بونسوار كوم. كومان تاليفو. الحمد لله ميرسي. بقى انا كنت جاي المز هانم في كلمة واحدة. عارفة مستعجل على كتب الكتاب. حجازيكوا يا دي الرجالة دايما كده على نار. قوم نرقص يا سعيد. مايسترو عليه. لا المز هانم تسمحي. عارفه عارفه، دي المعازيم كل شويه يسالونا العريس جه ولا لسه، مش عاوزين يجوا الا لما توصل انت. ايوه بس انا كنت عايز اقول يا طاهر بيه. تقول ايه؟ ما انا عارف شهر العسل تقضوه فين؟ السفر في الطياره ولا في ابو البحر؟ اتفضل معانا يا طاهر بيه. صار عرسا ذاك الذي كان مأتم. المز هانم ممكن اقول كلمتي واخرج؟ تخرج مع مايسا طبعا. عليه مايسترو. بس طاهر بيه يا عفيف. سيدي الكونت، انت عارف طبعا اني اتكلمت عن بنتك لما كنت سعادتك مدير مصلحه مشهور بالنزاهه والامانه. طبعا عارف. وعارف طبعا ان لجنه التطهير لما فحصت عمل سعادتك لقيتك غرقان لودانك. عارف طبعا. وعارف ان سمعه سعادتك دلوقتي بقت زي ال. عارف طبعا. وعارف ان بيت سعادتك كان ماشي بالوسايط والرشاوي وشغل ال. عارف طبعا. وعارف ان ما يشرفنيش ابدا ان اتجوز بنت واحد. عارف طبعا. وعارف ان ربنا يمهل. وعارف ان ربنا لا يهمل. وعارف ان انا شفت ايه النهارده. وعارف انك شفت الجرايد السياره النهارده. وعارف ان انا هقول لك السلام عليكم. وعارف ان هقول لك عليكم السلام. يا مصيبتي يا ماما، راح سعيد. طاهر. ايه؟ في ايه؟ كلوز اب بتاعي انا وشافه. ايه؟ مين كمان؟ في اتنين جايبين ورد يا ست هانم، بعتوا الدكتور منعم. دكتور منعم؟ مين عارف، يمكن رزقك في رجليكي. الله خد الله جاب، خليهم يخشوا. حاضر يا هانم. مدام. ايه ده؟ من الدكتور منعم الى الحبيبه. ميسه.
هالي مايسترو. ما سبتونيش ليه اموت بس؟ يا بهية يا حبيبتي على قد لحافك مدي حبي. سوري هارتلك. المقدر والمكتوب يا بهية عقالي. المقدر والمكتوب ان اروح وراه، مش ممكن ابدا اسيبه، تيجوا معايا؟ نيجي معاكي بس هتشوفي ازاي وهو جوه البيت مع المقدر. كفاية عليا ان اشوف البيت اللي هو فيه، يلا مينا. يلا مينا. الاهوان فين امال؟ ناموا. مستحيل، مش عندهم حفله؟ كانت عندهم حفله وانتهت على خير. طيب ممكن تديهم خبر؟ اقول لهم مين؟ قولي لهم الدكتور عبد المنعم. حاضر اتفضل. مين يا حسن؟ الدكتور منعم يا ستي. انا مش عارفه يا دكتور باي عين تبوظ لنا حفله كبيره زي دي كان فيها اكتر من 12 عريس لميت. ازاي الكلام ده استهان؟ بقى ده وردي اتبعت لبنت في حفله؟ الله، مين بعتكم؟ راح الله دور ربيع. اتفضل يا شباب يلا هوي انت ويلا امشي. يلا هو ده البشير ده بعته. يلا امشي. انت فاهم؟ قلت لك واكيد لك يا ست هاني منه ده مقلب معمول فيا، انما من مين ما اعرفش. ارجوك تسامحيني. لا اسامحك قوي، ده لازم مقلب عامله واحد من خطاب ميسة. هي ليها خطاب؟ على قفا من يشيل يا دكتور. ايه دي؟ دي علبه نسيتها عند المماثيل في العياده. يا حسنى. نعم. اطلعي صحي ميسة هاني موديها العلبه دي. حاضر يا ستي. اتفضل. ميرسي قوي. مين؟ أنا يا ست هاني. إيه كمان خشي. الدكتور منعم تحت يا ستي وبعتلك دي. منعم؟ أيوة، وست بتقولك اتفضلي تحت. وله عين يجي؟ طب يا ست مقلب اتعمل فين؟ كده؟ طب أنا نازلة حالا بس أملك. حاضر. والدكتور قاعد لوحده في مصر؟ والله مقطوع من شجرة ست هاني. يا عيني. أهي نازلة يا ست هاني. وعشان كده انا كنت سعيد جدا النهارده لما حصلت الغلطه دي ودخلت مموزيل ميسة عندي في العياده. مين عارف يا دكتور المقدر والمكتوب. مامي! بنتي. 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 شايفة يا ماما؟ ايه ده يا ميسة؟ بدلة الرأس ادي اللي كان حاطها لي في العلبه الدكتور ده. احط لها يا ستي. خير يا هانم، في ايه؟ ايه حكايتك يا دكتور؟ انا عايز افهم. حكايتي مقلب تاني، وتأكد اني مظلوم، ضروري واحد من خطاب ميسة هانم اللي عمل كده. معقول؟ اصل ميسة خطابها كتار. معلش يا حلو، البسي فستانك وحصلينا، انا متأكدة ان الدكتور نيته سليمة. ها خلاص المزيل ميسة؟ خلاص. اتفضل يا دكتور. ايه في ايه؟ حد كان مزعق هنا؟ طفوها طفوها، حضرتك الدكتور عبد المنعم. اهلا. اتفضل. انت نورتنا يا دكتور. ميرسي يا هانم، ده بس من ظرفي. ياه انا نسيت اقدم لك البيت. استني قبلك، حضرتك قريت جرايد النهارده؟ كل اسف حتى النهارده بالذات ما قريتش جرايد. اتفضلي كملي. طاهر بيل عفيف مدير عام مصلحه الاستئثار والتعسير. تشرفنا يا بيه. اهلا وسهلا. العفو يا سيدي. اتفضل يا دكتور. ماما. يا حلاوتك يا ميسة، يا حلاوتك يا روحي. حلو يا دكتور. جنان يا ميسة. اهو ده اللي كنت هلبسه في الحفلة اللي بوظتها لي. معلش معلش، ما احنا برضه في أحسن حفلة. اخرج يا حبيبتي مع منعم في الجنينة، الدنيا طراوة والقمر طالع والخضرة والمية، وإيه كمان يا منعم؟ والوجه الحسن طبعا. يجازيك سريع الخاطر، وكمان فرجيه على ألبوم صورك يا ميسة. معايا يا ماما. يا حلاوتهم لايقين لبعض بشكل. بس ياك ما يترس من ايدك زي ما ترس عين. البركه فيكي اول من اطاحت به لجنه التطهير. البركه فيكي يا زوجة اول من اطاحت به لجنه التطهير. يخيبك فاسد. يخيبك مراتي. يا سلام يا ميسة، مش قادر اقول لك قد ايه انا سعيد. ما تجيبليش سيره سعيد ده ابدا. سعيد ده مين؟ خطيب الاولاني. وسابك؟ فشر، انا ما حدش يسيبني ابدا، انا اللي اسيبه. انت هتخوفيني منك قوي يا ميسة. ابدا، انت حاجة تانية خالص.
لا انا عايز اكون حاجة اولى. مين يعرف؟ يعرف ايه؟ المقدر والمكتوب. اعرفه انا، انا ليكي وانت ليا. ميسة منعم، شوف صور الاول. يا سلام يا ميسة، جنان. واكد لك يا والدي انها مثال الادب والاخلاق الفاضلة، وقد قبل اهلها زواجي بها دون ان يعرفوا ان لي والد واسع الثراء عظيم الثروة، وهذا ما جعلني احبها واحترمها، واعرف انها لا تتطلع لمال ولا ثراء، وهم يقيمون في فيلا انيقة بشارع النرجس 600 بالزمالك. وارسل لك مع هذا صورتها لترى بنفسك خطيبة ولدك وتباركها، وترسل لي موافقتك الكريمة. ولدك منعم. دكتور. ها. الاستاذ مدحت شرف. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ مدحت. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله احسن كتير. ان شاء الله كويس يعني. الحمد لله. ما بتشكيش ولا حاجه من لا 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 كده. الحمد لله. وريني كده. امنت بالله. قلت له ايه؟ قلت له ونعم بالله. قال لك ايه؟ قال لي على الله. قلت له ايه؟ قلت له ده مش كلام مستاجرين لمؤجرين يا شيخ عبد الرحمن. قال لك ايه؟ قال لي اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. قلت له ايه؟ قلت له الكبير هيحجز على المحصول ما دفعش الايجار يا شيخ عبد الرحمن. قال لك ايه؟ قال لي المحصول انشال هيحجز على ايه؟ قلت له ايه؟ قلت له ما انتش عارف صاحب الارض تبقى مين؟ قال لك ايه؟ قال لي طز في عبد الرحيم بن كبير رحميه جبلي. قلت له ايه؟ قلت له انت عارف ايه اللي هيحصل لو الكلام ده وصل للكبير يا شيخ عبد الرحمن؟ الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو طز في عبد الرحيم بن كبير رحميه جبلي. الفلوس ما عايز تدفعها ليا. في حد يدفع شيء مش موجود؟ لا خلاص ادفعها منين وهي مش موجوده؟ ومش موجوده ليا؟ ما خبرش مش موجوده وخلاص. وقلت للدندراوي بجديه. قال لك ايه؟ قال لي سيب الارض. قلت له ايه؟ قلت له ما هسيبهاش. قال لك ايه؟ قال لي هيحصل فيها ضرب نار. قلت له ايه؟ قلت له مش معقول يحصل ضرب نار بين شقيقه وشقيقه. صح عندك حق مش معقول. طيبون الله يبارك فيك.
وولدك عبد الموجود مش هيتجوز بنتي ناجية؟ ايه؟ هتدفع لها مهر كام يا اخوي؟ قصدك تاخد المهر مني تسدد بودينك اللي عليك؟ ايه؟ يعني تاخد مالي من جيب اليمين تحطه في جيب الشمال؟ ايه؟ يبقى انت عاوز تجوز بنتك ناجية لابن عبد الموجود عشان الفلوس بس يا عبد الرحمن؟ امال عشان ايه؟ عشان سواد عيونه المبكررة اللي بقالك تلات افلام اتقطر له فيه ايه؟ ابن احسن من بنتك. ابنك ما يسواش صباط اتبلع. بنتك جرعة. ابنك طور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيبون. الدراوي. ايه يا ساعة البيع؟ جوازة عبد الموجود ولدي بنجية بنت اخوي مش موافق عليها. ليه يا كبير؟ دي اللي يجيل لبعض جوي. دول طمعانين في فلوسي فقط يا الدراوي. ابوها بس اللي طمعان، انما هي بنت حلال ملهاش خلاف عبد الموجود وعبد الموجود ملوش خلافها. الجوازة دي مش ممكن تتم واصل. بس ولدك عبد الموجود على سن الجواز وضروري من جوازه لا يكون معصوم من المعاصي. شايف؟ ايه دي؟ عروسة منع ولدي طبيب الاسنان، عروسة من مصر السفلى. مليحة قوي يا كبير. وحجوز عبد الموجود عروسة من مصر السفلى كمان. بس ده عاشق نجية ونجية عشقاه. ما حجوزش عبد الموجود عروسة من الصعيد واصل. وزيه زي اخوه، ولا فيش حد احسن من حد. دي نجية متعلمة وراقية، وبتوع السفلى ما هماش احسن بتوع العليا يا كبير. كلمة وقالها الكبير ما توقعش الارض يا صديق. روح اندهلي عبد الموجود يا عم. حاضر يا سعادة البيع، هنقول ايه في المجدر المكتوب؟ كلم بوك يا عبد الموجود. ليه؟ ما خبرش. يا ترى ليه يا نجية؟ كل خير، مين اللي كان عنده يا دندراوي؟ كان ابوك اللي عنده يا نجية. يبقى خلاص يا عبدو، كلموا بعض واتفقوا على العقد والليلة والسخن. يا سلام، انا قلبي كان حاسس يا نجية. قلبك فيه الخير يا عبدو، يلا قلبي. ايه وانت هتعمل ايه يا نجية؟ هسهر على الصورة اكمل. الصورة ناقص فيها ايه؟ توش يا عبد. هو بعض الردوش يا نجيه. ازوقها بالورد والريحان واحط لها شمع ده. مليح ولا جبت لك الخبر المليح. يا ساتر يا رب. يخرب بيتك بتنك على ايه؟ انت هتكتفي في الشوم يا نجيه؟ عليك بالله بس يا عبد الموجود. خليتك بعافيه يا مرضي. لسه يا راجل. ربنا كريم. بوي كنت فين؟ كنت في رياضة بدنية يا بوي. مع مين؟ مع بنت عمي نجية يا بوي. قلت لها ايه؟ قلت لها يعني ما بتحبيش اللاني؟ قالت لك ايه؟ قالت لي وانا راح الاقي زيك فين؟ قلت لها ايه؟ قلت لها مش بتميل لواحد تاني؟ قالت لك ايه؟ قالت لي عمر القلب ما ساعدنين. قلت لها ايه؟ قلت لها يا نجية يا اخر العنقود. قالت لك ايه؟ قالت لي يا حبيبي يا عبد الموجود. موجود بوي. ايه رايك في دي؟ مليحه قوي يا بوي. من مصر؟ ايه، بلد السماح الملاح البيض يا ولدي. تطلع مين دي يا بوي؟ عروسه اخوك النطاسي. ايه مليحه قوي يا بوي، انعم واكرم بالنسب يا بوي. ايه رايك في زوجه؟ زوجه مليح قوي يا بوي، محدش ينكره. امال زوجك عرفش ليه يا عبد الموجود؟ عرفش كيف يا بوي؟ ايه اللي عجبت في ناجية بنت عمك؟ عجبني فيها كل شيء يا بوي. دي ناشفة يا عبد الموجود. انا عشق روح مش عشق الجسد يا بوي. وصبر يا عبد الموجود. قال البياض احلى ولا الصبر احلى؟ قلت اللي شارين جوا العيون احلى يا بوي. مين اللي قالك ده؟ سعد مكاوي يا بوي. وتقصديه يعني من كده؟ ما خبرش يا ابوي، قال لك ده وخلاص. ما تطمعش في واحده من مصر فاتحه زي دي يا عبد الموجود. الطمع يقل ما جمع يا ابوي. والشعر الناعم الطيب ده يا عبد الموجود؟ ازيت لنجيه شعرها بالزيت الطيب يا ابوي. والطول والقوام ما تقدرهمش ليه يا عبد الموجود؟ النخله الطويله بتطرح بلع والزرعه القصيره بتطرح فراوله يا ابوي. كلتنا صبر وغمقين، عاوزين نلون شوية يا عبد الموجود. الألوان يا مضرة ناس يا بوي. بس أنا أكره لك الجوازة دي يا عبد الموجود. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يا بوي. موجود بوي، ما أنتش متجوز نادية دي واصل. ما قلتش كده من أول ليه؟ عشان تقوليها. كنت أقول لك سبعا وطاعة يا بوي. عريس الهنا يا ستي. هنا وبس، ده عريس دبل كريم يا فكرية. ألف نهار مبروك يا ستي. شاهلوا يا بنات لحسن زمانهم جايين. أقوم يا ولاد، ساعة ما يخشوا رقعوا بالصغاريت. افتحي الفكرية. حاضر يا ستي. مساء الخير يا نجية. أهلا برسول المحبة.
ادم عبد الرحيم بيك في رحميه جيب لي اداره السكرتيريه العامه رحميه في تاريخه. يا لوعتي يا شقايا يا ضنا حالي ضاع الامل من هنايا وانشغل بالي الوداع يا بنت عيشه عبد الموجود. شاب في الثامنة عشرة من عمره من مصر العليا، إراده الشهري يزيد عن 1000 جنيه، يدفع مهر قدره 5000 جنيه، يرث عن أبيه بعد عمر طويل جدا حوالي 100,000 جنيه، جميل الطلعة، كريم العنصر، مهيب، فتاك، واسع العينين، عريض المنكبين، ممتلئ الأجداق، حلو الحديث، في عين أبوه غزال. يطلب زوجة من مصر السفلى، من عائلة محترمة، حسناء بيضاء فرعاء لمعاء، شعرها ناعم، سننها سليمة، جوامها مليح، ويفضل الصنف الأرمني والتركي والبلقاني. فمن ترى في نفسها الكفاءة والجدارة والمقدرة فلتحضر مع زويها إلى العنوان أدنى أو ترسل لنا صورتها. والعبرة بالمشاهدة، وعلى المدعي البينة، واليمين على من أنكر، والسلام على من اتبع الهدى. العنوان عبد الرحيم به كبير الرحمية جبلي. الإعلام ده ينشر في الجرائد السيارة، وفوقهم صورة عبد الموجود على عمودين. حاضر يا سعادة البيه. مطلوب عروسة لهذا الشاب، شاب في الثامنة عشرة من عمره، إراده الشهر يزيد عن 1000 جنيه، يدفع مهر قدره 5000 جنيه، يرث عن أبيه بعد عمر طويل 100,000 جنيه، جميل الطلعة، كريم العنصر. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ عايزه تتجوزيه؟ يا ريت، لولا خبت بيه. امال عايزه منه ايه؟ لميسه يهبل. وميسه ما هي قاعده في الجنينه مع خطيبها عبد المنعم. وماله؟ انما ده احسن. طوعيني، يضيعوا منك الاثنين، بلاش افترا. اديكي شفتي الافتراء عمل فيا ايه؟ ميسة. نعم يا مامي. يا اختي بقالكم ساعتين قاعدين مع بعض، ما زهقتوش من بعض ولا ايه؟ ساعتين مين؟ انا اقعد سنتين مع ميسة في الحتة دي وما اسلهاش ابدا. يا سلام على المقدر والمكتوب. امال يا ماما، كان كل فكري اني حكون من نصيب سعيد. ميسة ارجوكي ما تجيبي سيرة غريمة ده ابدا. انت بتغير؟ الله، طبعا بغير، بموت لما بعرف انك قعدت معاه وكلمك وكلمتيه. ابدا، ده حتى كان ما بيعرفش يتكلم، ده انت ضفرك برقبته. شفتي يا حبيبتي الاوكازيون اللي عامله سيكيورال؟ ايوه يا ماما، ومنعم قال لي ان هجيب له كل حاجاتي من هناك، مش كده يا منعم؟ امال من دلوقتي حبيته. خد ايديك كمان مره يا حبيبتي، اوكازيون على الخالص، فرصه ضروري ما نسيبهاش. 5000 جنيه يا ماما. 5000 جنيه يا روح ماما. 5000 جنيه بتوع ايه يا تيزا؟ ثمن البضايع اللي هيصفوها يا روح تيزا. مبلغ عال قوي، تعرفي؟ عارفه قوي والله، دي حاجه تحير، فرصه ضروري ما تضيعش من ايدنا. ان حبيتوا تروحوا دلوقتي اروح معاكم. لا ميرسي. طب استاذن انا بقى، ما تنسوش الليله العشاء في سامي رميس. ايه والعزومه دي تتنسي ابدا؟ ولازم طاهر بيجي معاكم. يجي قوي، ان ما كانش عنده لجنه. اوربار، حصلت البركه يا دكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي يا المص غانم على لطفك وكرمك ده. بس هنقول ايه لمنعم يا مامي؟ منعم ده ايه؟ ولا حاجه، هو جواز بالقوه؟ ده احنا هنبقى عال قوي، والحفلات اللي هترجع والرقص اللي هيدور. بس عيشي ازاي في وادي قبلي يا مامي؟ افطس. مش هتلحقي تفطسي يا حبيبتي، شهر العسل بس وعلى بحر طوالي، والقراد هيجي لنا من هناك لحد هنا يا مامي. عيب، وراكي راجل. مين؟ بابي. بابي مين يا روحي؟ ماما، ماما يا مامي. طاهر بيه. افندم. حضر نفسك، الليلة هنسافر. على فين؟ على وجه قبلي يا حبيبي. حاضر. حسنى. نعم يا ست. نبعت لمنعم يا مامي عشان ما يروحش سمراميس الليلة؟ ما تخليه يروح، احنا مالنا وماله. بعتت الاغراف ده اوامر. حاضر يا ست. يا حبيبي يا عبد الموجود. اهلا وسهلا، ده انت نورتوا القصر. الله ينور قدرك يا كبير. اتفضلوا فوق غيروا الهدوم. ميرسي يا كبير. ما شاء الله ما شاء الله، ده انت عندك حته صالون ارابيسكا ما فيش منه. الصالون صالونك يا بيه. العفو العفو. ايه رايك يا سعاده المدير في العهد الجديد؟ إيه الله اكبر، ده اللي كان كل واحد مننا بيتمناه من زمان. يا سلام، انا ياما كتبت في الجرائد عن الفساد والطغيان ده، وقلت وعدت وحذرت ونبهت ونصحت وهددت،
وانتقدت ولمحت وصرحت، مو هل حد سمع كلامي؟ يا سلام. ويا ما كنت اقول امتى ربنا يبعت للبلد دي راجل ينتشلها من الهوة اللي وقع فيها، لغاية ما ربنا استجاب دعايا وبعته. ودلوقتي استريحت طبعا. يا سلام، ده انا اول واحد ريحه العهد الجديد. يا لا ولا حاجة. وعلى فكرة بيجي لكم جرايد هنا؟ ايه يعني جرايد اليومين اللي فاتهم عندكم؟ ايه تحب اجيبهم لك؟ لا لا متشكر، انا بسأل يعني. سلامات. استفردي بيه يا ميسة واشتغلي عليه حلو. ما تخافيش يا ماما ان هذا الشبل من ذاك الاسد. شايف يا كبير ميسة لابسلك ايه؟ اهداء السعدية زيكو تمام، مليحة جوي جوي. شايف يا عبد الموجود؟ تسمح لي اقدم لك الهدية دي يا عبد الموجود؟ ايه دي يا بودي، باين عليها دي حرير دي ولا ايه؟ امال دي يعني، كنت فاكراني حرمة عشان البس حرير. انت احسن من الحرمة. مبروك عليك يا فحل. لطيف قوي. تسمح لي يا عبد الرحيم بيا كبير؟ ايه رعشتوني. ايه عاوز ايه؟ عايز اطلع فوق اغير هدومي. اتفضل اطلع. سلامات. الله يسلمك. الا قول لي يا كبير. ايه يا ام ظالم، انت تؤمن بالحب من اول نظرة؟ لا اؤمن بالله فقط. ميسة شافت صورة ابنك في الجورنال من هنا وهاتي عياط من هنا. يا بنتي اسكتي، يا بنتي عقلي، يا بنتي اصبري، ودي ابدا يكون من نصيبه يرمي نفسي تحت طيار. قلت لها ايه؟ قلت لها وحياتك انت القلوب عند بعضها، وضروري حيبادلك لوعة بلوعة وحب بحب. قالت لك ايه؟ قالت لي بس يا ماما المهر مش شوية عليا. قلت لها ايه؟ قلت لها يا بنتي اللي يدفع 5 يدفع 10. قالت لك ايه؟ قالت لي انا ما يهمنيش الفلوس ابدا يا ماما، انا عايزاه هو بس ان شاء الله يكون عريان. قلت لها ايه؟ ما قلت لهاش حاجة، غلبتني. خلاص فهمتها جوي جوي جوي. عجبتك صورتي يا ميصة؟ جنان يا عمي. بروفيله ولا فاصو؟ البروفيل طعم قوي. خلاص خليك معاه بروفيل على طول يا ولدي. بتاكل ايه يا جوجو؟ لب اسمك. اعطيها شوية فحل. ما خلاص. يا سعادة البيت. ايه؟ الدندراوي واقف بره زعلان كتير. ليه؟ انا عاوز يجي حي الضيوف محدش دعاه. مين الدندراوي ده عبد الرحيم بيه كبير؟ يا اختي. الدندراوي ده يبقى السكرتير الخصوصي بتاعي. قول له خليه يجي. حاضر يا كبير. اتفضل يا المز هانم. ميسة تعال. عال قوي سكرتيرك ده يا عبد الرحيم بيه كبير. الله وبعدين معاكم. اخرج يا حبيبتي مع جوجو في الجنينه. الدنيا ضراوه والقمر طالع والخضره والميه، وايه كمان يا جوجو؟ والوجه اللي يعلم بيه ربنا. يجازيك سريع الخاطر. وري له كمان صورك الجديده يا ميسه. معايا يا ماما. يلا يا جوجو. يا حلاوتهم يا كبير، لاقيين لبعض بشكل. مش كاتب الكتاب الليله برضو؟ عم لا، الصباح رباح يكون اخوه الكبير جه من مصر. من مصر؟ واحنا لسه هنستنى. عم اصل اخوه هيتجوز هنا كمان، وبدل ما نعقد عقد نعقد عقدين، وبدل الفرح فرحين، وفي العجلة الندامة وفي التأني السلامة. جرائية. ايه يا مايس؟ كلمني عن نفسك. اقول ايه؟ قول لي حاجة محتاجة. حاجة محتاجة. كوبو عطشانة. اتفضلي. لا عطشانة حب غرام هيام كيف؟ مش عارفة ليه كل ما اقعد جنبك احس ان كل الدنيا بتضحكني. ليه؟ لازم واكلة حاجة. ابدا، ده انا لما بشوفك بشبع. تشبعي؟ ليه؟ فاكراني عجل؟ انت عصفور من ابلي، ظبي وديع، غزال شارد. انت غنوة حلوة مطلعها وعدي ومكتوب على جبيني. انا فكر فيك وانت نسيني. اوف كفاية بقى. جوجو هدي نفسكم مال. عيب. عيب ليه؟ مش انت خطيب وانا خطيبتك؟ الو مين؟ مازال ميسة موجودة من فضلك؟ ايه؟ سافروا؟ انا الدكتور منعم. غريبة، سافروا ازاي؟ انا كنت معاهم امبارح. ايوه عارفه انك كنت هنا امبارح، انما برضه سافروا. فاتت لك جواب نقرهولك. اسمع،
نعم سافرنا اليوم، ويؤسفني أن أتركك وألا يكون لك معي نصيب، ولا تسألني عن السبب، فده المقدر والمكتوب يا دكتور، وأرجو من الله أن يجعلك تنساني كما نسيتك، وأكرر لك شكري فقد كنت لطيفا حقا. والوداع ميس. خير يا دكتور. حمودة هيكون مين؟ ازاي ده؟ الله، طب والزباين اللي جايين؟ ايه؟ صداع بسيط؟ الو الو، ماله حمودة؟ مش جاي. ليه؟ عيان عنده صداع، ضروري سهرته امبارح بنت الايدي. حضرتك نعم؟ ايوه انا الغرفة ده. ميرسي. احضر حالا مع خطيبتك لعقد قرانك مع قران اخوك عبد الموجود والدك عبد الرحيم. فين والعمل؟ العمل نروح نوديه له ونزوره. يلا. ايوه والنبي يا حموده عشان اشمك فيه. صباح الخير يا دكتور، الف بعد الشر عليك. الله، انتوا سبتوا العياده ولا ايه؟ بعد الشر عليك، ان شاء الله اللي يكرهك يا رب. ميرسي. انت زعلان مني؟ لا زعلان ولا مبسوط ولا حاجه ابدا. انا عارفه سبب زعلك، منها ما جاتلكش في الميعاد امبارح. مش شغلك. مش شغل ازاي؟ مش يمكن اقدر اساعدك. وانت مالك؟ وانا مالي ازاي ما دمت تهمني وانت ما تهمنيش؟ معلش مش ضروري اهمك، لكن ده ما يمنعش انك انت تهمني. شيء غريب. اخش. ايه انت كمان؟ الغرفه يا دكتور. ميرسي. عن إذنك. حاضر. يا دي ده يا أولاد. إيه خير؟ ولدي مريض. مريض؟ مش ده يا أبوي. لا، بيعتذر وبيقول بالرفاعي والبنين. لا سلامته، يمكن يكون شوية برد ولا حاجة. احنا نكتب الكتاب الليلة، يكون ربنا خد بيده بدل العطلة دي. لا، انا مستحيل ينكتب كتابي اللي سكن اخويا الكبير واقف على راسي وانا نازل. بس معلش، يبقى يجيلك على الاربعين بتاعك. اصل اخوه كمان هيتجوز. طيب قول لي عبد الرحيم بيه يا كبير. ايه خيلتوني، ما فهمنا بقى. ايه رأيك لو كتبنا ده هنا وتسافروا انتوا وتكتبوا التاني هناك؟ وده معقول؟ مش معقول، لازم نعمل فرحين هنا. ده انت عينة دي قوي يا جوجو. مش عينة دي يا بايزة، انا نفرح هنا واخويا مريض بمصر. كيف يحصل ده؟ بس بس بس. صبر علي جوي يا اخوي ورميته في مصر يا بايزة. هو صغير انك اللي في مصر ده؟ صغير مين؟ وفاحل برضو زي اخوه. طيب اكتب له تاني اطمن عليه ونكتب احنا كتاب مايزة. اهو كده. ايه؟ اي والله فكرة يا ماما. ايه لا، ضروري من سفرك يا ابوي تشوفه وتجيبه هو وبارك. بس خلاص، كل تأخيرة وفي أخيرة. نسافر دلوقتي ونرجع بكرة نجيب الأفراح والليالي الملاح. عم وجود بوي، احجز لي بالتليفون تذكرة أول قطر قايم على مصر وحضر لي الشنطة. حاضر يا بوي، فرجك يا رب. اديله يا بابا عنوان بنتنا في مصر عشان ينزل فيها. أيوة، تعرف حضرتك شيء؟ لا، هروح دار ولدي. طب افرض ما لقيتش ولدك في داره. ما لقيتيش في داره، هلاقيه في دار خطيبته حتما. وعارف عنوان خطيبته في مصر يا عمي؟ ايوه امال، كاتبه لي في الجواب اهو. يعير 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 يعير. وهم يقومون في فيلا انيقه بشارع. قوم يا طب، خمس دقايق على القطر. قوم استعجل. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. على السلامه يا ابوي. دكتور.
انت لسه هنا ولا ايه؟ قلت يمكن تكون لازمك حاجة ولا حاجة، ولا تكون محتاج حاجة. ميرسي قوي. تحب اعمل لك مساج؟ مساج؟ ما انت تحب اعمل لك ايه؟ تفرقيني. انت لسه زعلان مني يا دكتور؟ عشان عيب واحدة زيك تعمل العمايل دي. معذورة يا دكتور. بس من فضلك. الو مين؟ جزار؟ لا يا اخويا مش جزار هنا. سوكر افندم خد عندك، وان اي راجل سال عليا اقول له مش هنا. واذا كان اللي بيسال ست؟ ايه موجود طبعا. حاضر. عن اذنك يا بهي. استريحت يا ست بهية؟ خربتيها وقعدت على تلاها يا ست بهية؟ قفلت لنا العيادة يا ست بهية؟ ضيعت لنا الشابة يا ست بهية؟ أبدا، الدكتور من بكرة هيكون موجود في العيادة. إزاي ده؟ هروح لميسة جبانه وهترمي على رجليها وأقول لها إن أنا السبب وإنه من غيرها ما يقدرش يعيش أبدا. أهو كده. تقعدوا بالعدل. نايا عنديك يا ماما. سعيدة سعيدة عاوزة مني؟ أنا في عرضك. في عرضي أنا عاوزة مني؟ ميسة هانم فين؟ ميسة هانم سافرت. سافرت؟ أيوة سافرت تتجوز عبد الموجود. عبد الموجود ده إيه؟ عبد الموجود أهو. ألو 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 الو نستعجل. مش طيب ايوه انا عارف انها عياده الدكتور منعم. خليط انا مين؟ انا عبد الرحيم بيه كبير الرحميه جبلي. خليكي دقيقه معايا. موجود خرج يمكن في العياده ما اعرفش. بيت خطيبته يمكن. نهارك مبارك. في فيلا انيقه في شارع الدرج 600. Thank you.
خلصت ولدي. سلامات طيبون. الحمد لله على السلامة. فين عريسك يا بنت؟ زعلان يا عمي. زعلان؟ مش مريض؟ لا ابدا يا عمي. كيف يزعلك وانت مليحة واملح من الصورة اللي بعتها لي كمان؟ المقدر والمكتوب يا عمي. مقدر ايه ومكتوب ايه؟ اعملي لنا قهوة يا بنت. ايه؟ وايه سبب الزعل؟ عزمني على العشاء ما روحتش اتكسفت. وقال لك ايه؟ قال لي توبة انا عدت ارجعلي. قلت له ايه؟ قلت له ده انا اضحي بروحي عشانه. قال لك ايه؟ قال لي انك ما تهمنيش. قلت له ايه؟ قلت له مش ضروري انا اهمك لكن ده ما يمنعش انك تهمني. قال لك ايه؟ قال لي مش عاوزك. قلت له ايه؟ قلت له انا كمان مسافره ومش عاوزاك. هو فين الوكيل؟ في البيت يا عمي. سالت عليه انكر نفسه. ابدا بس قول للخدام انك انت ابوه. كيف حالك يا منعم؟ جد الوكيت لما عرفت انك متمارض. انا فين؟ في شارع النرجس 600 عند عروستك. مش مصدقني؟ ايه اهي قاعده جنبه اهي. اقفل السكه وتطلبني انت اهو. حقيقي انك موسوس. الو ايه جالك كلامي؟ ايه قالت انها مسافره؟ دلال نسواني يا عبيط ولا سافرت ولا حاجه وقاعده تشكي منك وعينيها مبكرره من العياط زي اخوك عبد الموجود. هجرها ليه ومزعلها ليه؟ بالشرف يابا. يا سلام انا حطير من الفرح. انت رسول السلام يابا. انا جاي حالا. ماجيش ليه؟ هي مش عايزه؟ ادهاني على التليفون يابا. كلمة واحدة ميسة. كلمة واحدة بس. بس يا حبيبتي قطعت قلبي. ايه خليص صافي يا لبن. حنسافر في الحال عشان نعقد مع اخوك. يا سلام على حظ الحلم. انا خلاص كنت قطعت الامل يابا. طيب الله يخليك وطول عمرك يابا. يا حبيبتي يا ميسة وقابلكوا فين يابا؟ انا هاخد مرتك دلوقتي على محلات الشياكه المصريه اكسيها والبسها واصيخها وتقابلنا هناك علشان نسافر في الحال على البلد. المأذون جاهز والاشياء معدن. سلام عليكم. يلا يا بنت. يلا يا عم. سأصل الليلة مع شقيقكم الدكتور عبد المنعم النطاسي. شقيقك مين؟ شقيقك مين؟ الدكتور عبد المنعم. ايه عجبه؟ الدكتور عبد المنعم يبقى اخوك؟ امال اخوك انت؟ يا بتبتي يا ماما. يا ستي يمكن عبد المنعم واحد تاني. عندك صورته؟ ملقح قدامك ليل ونهار هناك اهي. يخرب بيتك. وبعدين يا ماما دول زمانهم جايين. قال الكلام يا ست المز. لا بلح الشام ولا عنب اليمن. يخيبك فاسد. يلا بينا يا ماما احسن طوب علينا. ايه هنرجع؟ يا ريت نقدر نرجع. على عيونك. ايه ده يا عبد المجود؟ يعني هيكون مين غير الكبير؟ يا خبر اسود. السلام عليكم يا عبد الموجود. اهلا اخوي كيف حالك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الله يخليك. ودي مين؟ دي عروستي يا عبد الموجود. مليحه اتفضل. عروستك فين يا ولدي؟ فوق يا ابوي. اطلع ناديها. ايوه امال اتفضل اطلع اقلعي والبسي واعطيها وانزلي قوام.
واضحي بنفسي عشانك. عشاني انا؟ الحقيقه مش عشانك انت، علشان واحد كنت بحبه واتمنى له الخير حتى بجوازه بيكي. ازاي الكلام ده؟ عبد المنعم حيموت ان ما اتجوزهاش، ورحت لها البيت عشان اقول لها ترجع له، انما بكل اسف لقيتكم سافرتوا عشان تتجوزوها لاخوه. وانت مين انت؟ انا اللي غلطت وحطيت صورتي بدل صورتها في الجواب اللي بعته لابوه، ولما جه ابوه افتكرني ان انا ميتة. هم عريسنا اتاخروا ليه؟ اطلع اجيبهم؟ لا اطلع انا، خليك تجيب. عن اذنك يا شيخ حسن. ودلوقتي مفيش غير حل واحد، والا تروحي في داهيه لو عرف الكبير، ولا ينوبك عبد المنعم اللي ضحيتي بيه عشان الفلوس، ولا ينوبك اخوه طبعا. وايه هو الحل ده يا بهيه؟ تلبس الملس وتنزل تكتب كتابها وايدها في ايده على مصر، ولو شفني ابوه ما تقلعيش الملس قدام ابوه ابدا. وعبد المنعم طبعا فاكر ان اللي جات معاه من مصر ميسه. طيب ابويا وامي وانت هتعملوا ايه؟ هوا على مصر، ننزل من باب الوراني قبل ما تكتبي كتابك انت. وانت ينوبك ايه من كده؟ ينوبني اني رجعت لعبد المنعم حبيبته اللي بيحبها من كل قلبه، وكفايه عليا انه يكون سعيد. البسي حالا يا ميسه قبل ما حد يطلع. يلا. تصرف كيف يا عبد الرحيم؟ تصرف كيف يا عبد الرحيم؟ تصرف كيف يا عبد الرحيم؟ كبير. هي فين يابا؟ ناديها يا ولد. ميسه. ما كل بتوع مصر ميسار. ايوه يا حبيبي انا اهو. اهلا وسهلا. امال فين عروسة اخويا يابا؟ جاي حالا. شوف شغلك يا شيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اهدي. مبسوط يا سعاده المدير من العهد الجديد؟ ايه ده اللي كان الواحد بيتمناه من زمان. والتطهير يا بيه، ايه رايك فيه؟ طلع يا بيه كل الفاسدين والمجرمين والمنافقين والطغاه، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. امال يا بيه، امال يا بيه، امال يا بيه، امال يا بيه، امال يا بيه. ايه ده يابا؟ مفيش يا ولدي، بس بيقولوا ياتيك بالاخبار من لم تزودي. ده انا يابا قلت وعدت وحذرت ونبهت ونصحت وهددت. رايحه فين يا ميسة؟ مش رايحه. وعلى راي المثل من شابه اباه فما ظلم يا خل. اسم العريس؟ عبد الموجود عبد الرحيم. وانا يابا؟ انت ليك دور تاني. والعروسه؟ ها موافق على عروستك يا عبد الموجود؟ تحت امرك يا ابوي، اللي انكتب على الجبين لازم تشوف العين. وعدك ومكتوبك يا قلبي كان مخبي فيها. كان مخبي ورا الباب يا عبيط. على جاي. صحيح يا عمي. خليها على عريسك يا بنت. عبد الموجود. أمية دي عروستي يا ابوي. والعكم مين؟ وميسه. ميسه عروست اخوك يا عبيط. وابوها صورته عندك اهو. ميسه؟ ميسه مين؟ عروستي يا اخوي اللي جابوها لي من مصر. ازيك يا منعم؟ ميسه الكلام ده ايه؟ بالراحه بالراحه، ما تطورش دمك، ابوك المحترم هيفهمك على كل حاجه يا روح ميسه. عبال ملبس. ايه الحكايه يابا؟ ميسه كانت خطيبتك وخطيبه الفحل اخوك كمان، جرت الاعلان فضلت ال 5000 جنيه عن راجل حبها واخلص لها الود زيك. وادي النسب الصالح يا ولد. امال اللي جت معانا دي تبقى مين؟ اللي جت معانا دي واحده ضحت بحبها لك يا منعم علشان تنصح بنت الفاسد دي انها ما تلعبش بالنار. هي مين يابا؟ على عيال. مين؟ هي. الله، انت قرطوها. بعد 5 دقايق هيقوم قطر على مصر السفلى، عارف هتعمل ايه؟ اخده انت والعيله الكريمه يا حلو. باي باي. استني يا بنت. والعريس التاني اسمه ايه يا سعاده البيع؟ اسم العريس التاني يا منعم. مفيش تاني بقى يابا. منعم، ايه رايك في دي؟ والله يابا ما فكرت لا في دي ولا في غيرها، والحمد لله اللي خلصت من استميسه بنت العفيف دي. بس انا اقسمت قسم لبهية ما يقعش ارض انها ما ترجعش مصر الا متجوزه. متجوزه بيا انا؟ لا، متجوزه وخلاص. ايه عندك انت اللي وقعت اليمين، شوف لك حل. خلاص
خلاص وانا كمان مش عاوزاك. خلاص لقيت الحل. انا راجل دلوقتي في عز شبابي اولا، واقسمت يمين ثانيا، ونفسي مفتوحه للجواز ثالثا. ايه رايك بقى؟ انت حر يا ابويا. موافقه يا بهيه؟ انا خدمتك يا عمي. اكتب يا شيخ حسن، العروسه اسمها بهيه. بهيه ايه؟ بهيه ايه؟ بهيه شوقي. بهيه شوقي. بهيه شوقي. والعريس؟ والعريس اسمه عبد الرحيم. عندك ايه؟ اسم العريس عبد المنعم عبد الرحيم. منعم. بهيه. نجيه. عبد الموجود. الوعد والمدود مقدرين لنا وكل شيء مكتوب بنشوفه كلنا. مقدرين لنا وكل شيء مكتوب بنشوفه.